واحد الاتحاد الافريقي وانا عايم في البلان الاتحاد الافريقي انا بلقى انه الامن والاقتصاد وبتاع عندها قريبا 15 20 صفحه في البلان. انا اجي للخطه الثقافيه بلقى له الصفحه مجتمع شرق افريقيا بنفس الفكره بلقى الثقافه هو مدرج في سياق نشاط شبابي. اوكي؟ فاتذكر كنا اعضاء في اللجنه بتاع اختيار اللوجو بتاع ايست افريكا بعد دخول ساوث سودان تم تغيير اللوجو والشعار وكل الحاجات دي. فكان المنافسه مطروحه للشباب. فكان التحدي في انه قعدنا زي ثلاث جلسات في النهايه ما قدرنا نخط الستاندرد لوجو لسبب معين. رفعنا تقرير حق اللجنه انه نمر واحد شروط وضع الاختيار والمنافسه ما طلعوا فنانين وضعوا سياسيين نمر واحد. نمر اثنين اتخذت الشروط وفقا لانه يكون النشاط شبابي وانتم عايزين منتوج يكون احترافي. اوكي؟ فده في تناول لو كنتوا مثلا جبتوا فنان فنانين اوكي كانوا يحطوا لكم الحاجات وفقا للشروط الموجوده في انه يا اخي كيف انا اتم اختيار او تصميم لوجو يليق بالمكانه الموجوده يبقى هو انترناشونال براند. اوكي؟ ففي غياب ده تلقائيا حتكون النتيجه انه كل الاشياء مجففه بسيطه وركيكه. اوكي؟ فده كان الفكره في انه كل اللوجو تم تقديمه اتلغى. اكثر من 5000 مشارك وهي واحد بيقدم اكثر من 10 لوجو فكان اكثر من 15000 لوجو فكله كان زيرو لانه كان المنتوج اوكي من شباب ما عندهم الخبره الكافيه في انتاج اللوجو المهم. فده ازمه عامه عندها علاقه بانه احنا اوكي في افريقيا جنوب الصحراء عندنا ازمه حقيقيه في التعامل مع الثقافه والابداع. بنخطه كنشاط شبابي بنخطه كشباب يعني حاجات عندها علاقه ب ب ب يعني هي اقل من انها تكون مهنه جاده واضحه. وده اثر كثير جدا في انه كيف احنا كمجتمعات نتعامل مع المنتوج الابداعي. فالمجلس قدر انه في الفتره بتاعت السنه او السنه ونص قدر انه يعمل اضافات في كثير جدا من الدوكيومنتس جات من الاتحاد الافريقي لانه بعد ذاك حصل نوع من الوعي انا ما اعرف من وين. اوكي؟ فالاتحاد الافريقي عمل ديفلوبمنت للسياسه الثقافيه. اوكي؟ والدوكيومنت جاء عبر الوزاره للمجلس والمجلس عمل اضافات مهمه جدا في الدوكيومنت ده من ضمنها فكره اختيار الملحق الثقافي اوكي للسفارات جنوب السودان لانه كان الحاجات دي بتتم عبر الوزاره ووزاره التربيه والتعليم. اوكي؟ زول ما عنده اي علاقه نهائي بالثقافه والعمل الثقافي بتمشي اي سفاره بتاعتنا بيكون مشغلين اي قناه ثانيه. اوكي؟ ما في شغال بالقناه القوميه. ده كله عنده علاقه بالتسويق المنتج الثقافي، ده كله لانه بيجي ما في. فالمجلس عمل اضافات حيه جدا في المسوده بتاعت السياسه الثقافيه للاتحاد الافريقي. وقبل 10 يوم ايست افريكا كوميونتي برضه عمل ديفلوبمنت لكلتشر اند هيريتج بيل والمسوده جابوها للمجلس والمجلس قال عمل اضافات حيه في المسوده لانه بتحس انه حتى المسوده تم وضعها عبر ناس ما عندهم علاقه بالعمل الثقافي. بيحلموا للمثقفين اوكي للمبدعين من خلال رؤيه اقتصاديه من خلال رؤيه بتاعت سياسيين لكن بتحس انه لما تقرا الدوكيومنتس بتحس انه ما اخذتوها ناس مهتمين بالعمل الابداعي. اوكي؟ فقدرنا في حتات كثيره جدا ناخذ بعض الاشياء المهمه جدا من ضمن الاقتراحات بتاعتنا قدمنا مقترح تكوين المجلس الاعلى اوكي للثقافه بتاعت ايست افريكا بمجموعه كبيره جدا من الانشطه. انا افتكر انه لو تم تنفيذه اوكي وتم احتوائه من ضمن السياسه العامه لشرق افريقيا حيكون في نقله ثقافيه وابداعيه مختلفه تماما. بيبقى التحدي الثاني في اننا كيف كمجلس نلقى مكان نلقى مقر عشان على الاقل نقدر نعمل تنظيم داخلي للمؤسسات العامله في تنفيذ هذا العمل الثقافي وعلى الاقل يكون عندنا
داتا بس لانه عندنا كم فنان، عندنا كم موسيقى، عندنا كم مسرحي بمستوياته المختلفه، لانه ده بيساعدنا في اننا كيف نضع خطط في اننا كيف نطور الناس دي للمستوى العالمي، لانه المهرجانات الكبيره في العالم اوكي لا يمكن يتم تمثيل دوله باي سوء، لازم يكون في ستاندرد معين للمشاركه والابداع. اوكي بعدك لانه ده عنده علاقه بانه كيف نحن كفنانين يكون في حاجه عندها علاقه بالخطاب الثقافي القومي. وده بعدين بنعرف انه غياب الكلام ده غياب الخطاب الثقافي القومي ده اثر كثير جدا في انه نحن نبني اخلاقيات وقيم معينه في الولايات، لان الولايات يعني الكثافه السكانيه بسيطه، الناس بتعرف بعض ومؤهل اكثر من انه يكون هناك، فقادرين بشكل او اخر يعملوا اتحادات حق موسيقى حق مسرح على نطاق الولايات. اوكي؟ لكن في جبهه الموضوع والازمه مختلفه تماما. اوكي؟ لكن في جبهه ما في اتحاد رسمي معروف انه ده اتحاد الفنانين او الموسيقيين. في مجموعه كبيره جدا من المحاولات. اوكي؟ في منظمات. اوكي؟ في حاجات كثير جدا لكن رسميا ما في اتحاد متخصص في مجال الفنون بانواع مختلفه. شكرا فارس المسؤوله من تكوين المجلس. كنت عايز اعرف انه الاعضاء اللي شكلوا المجلس اختيارهم تم كيف؟ هل هم كلهم فنانين مؤهلين يكونوا في المجلس كاعضاء مسلم الثقافه ومسلم الدوله؟ المجلس تم تكوينه، تم ترشيح مجموعه بتاعت شخصيات عندها تجارب في العمل الابداعي المختلف. اوكي؟ وتم تقديم الاسماء بكل المعلومات المهمه جدا منبذه عن الشخصيات دي، تم طرحها في مجلس الوزراء. اوكي؟ باعتبار انه ده اللجنه المفترض تكون المجلس عشان تاسس للعمل الثقافي في البلد. وتم إجازة الأسماء بالسيفيهات الموجودة إنها تكون هي المجلس، وأنا أفتكر إنه الأعضاء حق المجلس هم عندهم الإمكانيات إنه لو توفرت لهم الحاجات اللي هم محتاجين لها. أوكي؟ في زمن وجيز جدا هيحصل نقلة في عمليات التخطيط الثقافي والإبداعي في جنوب السودان بصورة مهمة جدا، والناس هتعرف بشكل واضح يعني شنو فنون يمكن تعمل شنو. فالاعضاء الجرايين عندهم الامكانيات المطلوبه في انهم يقدروا ينجزوا الحاجه دي، وهم مختلفين مسرح غنى كتابه نقد تفكير وات ايفر.